الرئيس كما جرت العادة تطرق للموضوعات التي لا يتطرق إليها أحد تقريبا، ويمكن على حسب وصف الرئيس. انتوا ما بتتكلموش ليه؟ لا عيب ولا حرام. رئيس اتكلم على الخبز، الرغيف المدعوم، الرغيف بتاعنا أبو خمس قروش ده، خمسة ساغ. ورئيس اتكلم على أنه هذا الرغيف تكلفته مش مكسبه، مش بمكسبه، تكلفة فقط لا غير 125 قرش، يعني الدولة بتتحمل منهم 120 قرش. ورئيس قال الدعم ده بيصل تقريبا أو يكلف الدولة تقريبا لحوالي 120 مليار. طيب ده معناه إيه يا سادة؟ معناه أنه البدء في المشروعات الكبرى واللي متعلقة تحديدا كمان بزيادة المساحة المزروعة من القمح والأبحاث اللي تتعمل علشان أزود الإنتاجية، هي ما هياش شكل من أشكال الرفاهية بأي حال من الأحوال، هي ضرورة قصوى وحاجة ملحة. الزيادات اللي بتتعمل في الرقعة الزراعية شيء شديد الأهمية، والأبحاث اللي بتتعمل على زيادة إنتاجيتها تكاد تكون ذات أهمية أعلى. لكن يوسف مش هيفتي في الزراعة خالص، لكن خليني أرحب وبشدة بالدكتور هاني الكاتب، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الزراعية، وطبعا دكتور هاني أستاذ علم الغابات في جامعة ميونخ بألمانيا. أهلا بيك يا دكتور. اهلا اهلا. ازي حضرتك يا دكتور هاني؟ عامل ايه يا فندم؟ انا سعيد ان حضرتك بخير، وما زالت البلد في الصعوبات الكثيره العالميه بخير الحمد لله. وطبعا وندعي دائما لحل المشاكل اللي موجوده عندنا في مصر وايضا في المنطقه. يا رب. يمكن حضرتك وحشنا من اخر مره التقينا بها مع حضرتك، فنتمنى انه اللقاء ده يتكرر إن شاء الله بإذن الله. أنا سعيد أن أنا أتحدث دائما. الله يخليك يا دكتور. دكتور كنا بنتكلم على خلفية حديث الرئيس النهاردة عن المساحة الزراعية بشكل عام وعلى مساحات القمح وإنتاجية القمح، والرئيس اتكلم يمكن على أنه التكلفة بتاعة رغيف العيش تكلفتها تقريبا حوالي 125 قرش إلى آخره، في إشارة إلى أنه إحنا عندنا حاجة ماسة لزيادة الرقعة الزراعية من جهة ولزيادة الإنتاجية بتاعة هذه الرقعة من جهة أخرى. هل كان لدينا أو لازال لدينا أي طرف في هذا الموضوع يا دكتور؟ 100% بالتأكيد. إحنا تعداد السكان بيزداد، إحنا عندنا نقص في الرقعة الزراعية ونقص شديد في المياه، واخد بال حضرتك؟ الحلول فيها بعض التحديات العظمى حقيقة تقال، لكن هو الشيء الوحيد ان احنا لابد من زيادة الرقعة الزراعية. وهنا طبعا انا متفق تماما لما يذكره فخامة الرئيس بزيادة الرقعة الزراعية، ولكن ايضا كيفية الحصول على المياه اللي احنا محتاجين اليها. احنا ما عندناش صحيح مشكله بالمساحه الصحراويه في مصر ان احنا نزيد الرقعه الزراعيه، لكن احنا عندنا مشكله عظمى او تحدي عظيم في المياه. فلا بد طبعا ان احنا نوفر في المياه، واعتقد في الحديث فخامه الرئيس لافتتاح مشروع مستقبل مصر منذ فتره، منذ شهر، او ان هو ذكر مش لازم ان احنا نتجه الى توسيع رقعه القمح. احنا عندنا وسائل كثيره في الزراعه، احنا ممكن ننتج كاش كروبس تتباع بره، وده اللي ذكره الرئيس، واحنا ممكن نستورد قمح ارخص من اللي احنا بنعمله، او ان احنا بنفكر في هذه الحلول في توفير المياه. المياه هي من أهم التحديات أمامنا، وطبعا إحنا مصر ما تقدرش تمشي بهذا الدعم اللي ذكره سيادة الرئيس النهاردة. ما استحالة، إحنا لابد إن إحنا فعلا نغير من بعض الأمور. طبعا هذه المشاريع في منتهى الأهمية، وإحنا حاليا بنفكر أيضا بمساعدة الرئاسة نعمل نماذج عشان نوفر فيها المياه أكثر،
عشان نزود الإنتاجية. ولكن دائما احنا عندنا تحدي كبير في العالم وهو التغيرات المناخية، ولابد ان احنا نضع الوسائل الداعمة للتكيف مع المناخ، لأن اللي بيحدث وليس فقط في مصر أو في المنطقة عندنا ولكن في العالم كله، إن موجات الحرارية مثلا بتؤدي إلى إهدار 50 إلى 70-80% من المنتجات الزراعية. وطبعا دي حاجات كلها لابد إن احنا نتفاداها، معناها لازم فعلا يكون عندنا حساب لهذه التغيرات المناخية، من تغير نمط للأمطار وللرياح والموجات الحرارية وهكذا. ولكن أيضا لابد أن إحنا نفندم كل نقطة مية في مصر، لابد أن إحنا نستفيد بيها تماما، يعني لازم نجمع مياه الأمطار، الضباب، الندى، لازم نولد المياه من الغلاف الجوي في المناطق اللي فيها رطوبة زي في الساحل الشمالي. أنا حزين أحيانا على تطور الساحل الشمالي بكل هذه المباني، وكان هناك استفادة أعظم من هذا، إن إحنا المياه يعني مياه الأمطار في هذه المنطقة اللي هي من 200 إلى 300 ملم، بجانب الرطوبة العالية في الغلاف الجوي، إن إحنا نولد المياه من هذا الغلاف الجوي ونستفادنا بجزء كبير في الزراعة. ويمكن المدن هنا ما كانتش المفروض تبقى بهذه التوسع الأفقي، إن إحنا كنا نترك مكان للزراعة دي، بس خلاص الأخطاء دي اتعملت على 50 سنة. إحنا لابد إن إحنا نتفادى هذه الأمور ونجمع فعلا المياه. وأنا حقيقة لا أرى حلول فعالة غير تحلية مياه البحر، لابد الاتجاه إلى تحلية مياه البحر بكل الطرق، وما نوقفش مواضيع التحلية ونقول إن هي غالية. إحنا المصريين عندهم أيضا عقول وابتكارات، ولازم فعلا إن إحنا نجمع كل العلماء والشباب اللي عندهم الابتكارات عشان نحل مية البحر بطرق فعالة. أنا مش شايف أي حل آخر غير تحلية مياه البحر واستخدام مياه البحر نفسها في الزراعة. وهناك تقنيات حديثة، ودي النماذج اللي احنا حاليا بنحاول ننشئها في مصر، على أساس إن احنا نشوف تحلية مياه البحر هنصل إلى أفضل إنتاجية، واعتقادي أيضا اقتصاديا هي أعتقد أن هي طرق فعالة. وأيضا نستخدم مياه البحر في الزراعة أو المياه ذات ملوحة في الزراعة. التخوف في شيء وهو حادث حاليا في مصر للأسف الشديد، أنا يعني كراجل علمي أشجع الابتكارات إن احنا نشوف نباتات تتحمل الملوحة أو نباتات تتحمل الجفاف، ولكن لو احنا بنستخدم نباتات بتتحمل الملوحة وبنستخدم مياه فيها ملوحة عالية فماذا سيحدث؟ معناها احنا هنا دي طرق خاطئة، يعني بنعمل هنا خطأ كبير جدا، إن أنا عندي نباتات بتتحمل ملوحة وأريها بمية فيها ملوحة عالية، ومعناها أنا دلوقتي بعمل تجميع للأملاح، ولابد أن احنا نتفادى هذا. ولكن اللي هنا لازم يحدث أن احنا نعالج المية قبليها، وأعتقد هنا دي أسعار تحلية المية للمياه اللي ما فيهاش ملوحة عالية مش بهذا الغلاء ان احنا ما نقدرش نستخدمها. وبعدين احنا عندنا ميزة كبرى في مصر، احنا ممكن عندنا زراعة خضروات وفاكهة، وانا ببيعها بسعر عالي في الخارج لو الجودة فيها موجودة 100%.
وبالتالي انا يكون عندي دخل عالي هنا، وبالتالي اقدر انا ايضا اشتري القمح بسعر يعني جيد، وده اللي كان ذكره في خمس بسعر بالظبط كده. ودي طبعا حلول ولازم نبدا فيها، ومش دائما يكون العائق امامنا ان احنا سعر تحليه الميه عالي. ده صحيح، لكن لابد ان احنا نجد الحلول الملائمه لنا، ولابد ان احنا نشوف كيفيه استخدام مياه البحر نفسها في الزراعه، وهناك تقنيات واخد بال حضرتك. أيوة. وده اللي احنا بنفكر ان احنا نعمله حاليا كنماذج، وعندنا طرق اخرى في الزراعه ان احنا نوفر في الموارد. انا مش عارف الاسم بالعربي، اعتقد precision agriculture يعني الزراعه الدقيقه، ونوفر الموارد سواء في المياه او في الاسمده، وايضا في جميع المواد اللي احنا بنستخدمها عشان نزرع بيها. يا مسهل أنا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر ليك دكتور هاني الكاتب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الزراعية، وطبعا أستاذ علم الغابات في جامعة ميونخ الألمانية. وزي ما شفت دكتور هاني اتكلم الحقيقة بمنتهى الوضوح وبالتدقيق، وأيضا ببساطة نقدر نحن نستقبل بها هذا الكلام، كلام مهم جدا واضح جدا، وقال وجهة نظره فيه خلال الفترة الجاية ازاي نقدر نشتغل على مسألة ما بين الزراعة وما بين توفير المية بشكل ملائم.